الحق. هؤلاء يعني من الجماعات المتطرفة التي تظهر في المسلمين نتيجة فساد الأوضاع وفساد الحكام، ويظهر هؤلاء كما ظهرت القاعدة وبن لادن ويحيى الظواهري وأولئك الناس يعني الذين ظهروا. هؤلاء من ضمن هؤلاء يعني جماعة داعش، اللي هي جماعة يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام، بمعنى داعش يعني داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقالوا إن هذا الشاب يعني كان من الإخوة، يعني من الإخوان، ظهر في أول أمره الإخوان، ولكنه كان يعني يميل إلى القيادة وإلى كذا، وأغراه هؤلاء بعد أن ظل عدة سنوات مسجونا، خرج وانضم إلى هؤلاء. وينضم إليهم بعض الشباب، حتى بعض الشباب أعرف من قطر يعني من غير العرب انضموا إليهم، أنهم يعني يقولونهم أنهم تقاتلون في سبيل الله وتقاتلون الكفار ويكفرون المسلمين ويقتلون من أهل الذمة من لا يستحق القتل، وهذه المشكلة الكبرى. فنحن نقاوم هذا الغلو، أن الغلو هو ده الذي يضيع المسلمين. ولا معنى ان يقوموا جماعه ويطلبوا الخلافه، الخلافه لا تاتي بهذه الطريقه، انما تاتي حينما تتجمع مجموعه بلاد اسلاميه تحكم بالشريعه وتميل الى الاسلام وتريد ان